عايز اقول كلمه لوجه الله، هذا الجيل يكفيه الوصول الى النهائي وفخر له. هذا الجيل عانى كثيرا من الاصابات ومن نقص في كل المراكز، يعني شابو لكاردرون والنادي الاهلي انه كان موجود على منصه التتويج وفاز بثاني القاره السمراء. وكلمه مهمه جدا، الكبير والعظيم عندما يكون بهذا الضعف ويصل الى ان يتوج بالمركز الثاني على مستوى القاره، فهذا لا يصنعه الا الفرق الكبيره.